صباح الفل يا حلوين، النهارده هعمل لكم اكله معظمنا بناكلها بس ما بنعرفش نعملها. النهارده هعمل لكم تشيكن شيشوان، نص كيلو صدور فراخ، جنزبيل فريش، ملح صيني، فلفل ابيض، ملح، واقلبها كلها في بعض. هجيب نشا واحط عليه رشه بيكنج باودر، واجيب الفراخ اللي احنا تبلناه على النشا والبيكنج باودر اللي احنا عملناه، وهنزل الفراخ في الزيت، وفي طاسه تانية احط رشه زيت، فصين ثوم، وهنزل بكاتشب، وهنزل بشويه سكر ورشه صويا، وهنزل بالفلفل وبصل وشيري صوص، وهطفي في الاخر بشويه خل، وهنصفي الفراخ من الزيت، وهنزل بالفراخ في الصوص اللي احنا عملناه، وهنقدم الطبق ونحط عليه رشه سمسم. كده احنا خلصنا السيشوان، جربوها هيعجبكم جدا، ما تاكلوش بره. اشوفكم في حلقه جديده. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.